لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به أستخلص لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث أشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في قضية طلب الولاية وسؤال الولايات، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في حديث أبي ذر: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. قال: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية. وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها، فيخزيه الله يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط. وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة، كحديث سبعة: يظله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، أولهم إمام عادل. والحديث: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما أولوا، وغير ذلك من الأدلة يعني. وإجماع المسلمين منعقد عليه على فضل من كان أهلا وعدل في الولاية. ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره صلى الله عليه وسلم منها، حذر أبا ذر وكذا حذر العلماء، وامتنع منها خلائق من السلف وصبروا على الأذى حين امتنعوا. قال الشوكاني في حديث سمرة عبد الله بن عبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الإمارة. يستفاد من هذا الحديث أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه، فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك، وأن من حرص على ذلك لا يعان. ويعارض ذلك في الظاهر حديث أبي هريرة المذكور في آخر الباب في حديث الذي رواه أبو داود: من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار. قال الشوكاني: لا مطعن في إسناده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد حمل على ما إذا لم يوجد غيره، يبقى يطلب القضاء ليكون عادلا لأنه غيره لا يعدل أو جاهل. قال الشوكاني. وقال الحافظ ويجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولي. طبعا هذا كلام ضعيف، بل من لم يعن لابد أن يقع في الظلم،
لأن التوفيق بيد الله، فمن لم يوفقه الله كيف يعدل؟ قال أو يحمل الطلب هنا على القصد وهناك على التولية، لمن وليها من غير مسألة فأعين عليها، وهنا على القصد، يطلب قضاء المسلمين يقصد إلى ذلك لإقامة العدل. وبالجملة فإذا كان الطلب، إذا كان الطالب مسلوب الإعانة تورط فيما دخل فيه وخسر الدنيا والآخرة، فلا تحل تولية من كان كذلك. وربما كان طالب الإمارة مريدا بها الظهور على الأعداء والتنكيل بهم، أعداء الشخصيين يعني، فيكون في توليته مفسدة عظيمة. قال ابن حجر رحمه الله، قال المهلب: الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى سفكت الدماء واستبيحت الأموال والفروج وعظم الفساد في الأرض. قال: ويستثنى من ذلك من تعين عليه كأن يموت الوالي ولا يوجد بعده من يقوم بالأمر غيره، وإذا لم يدخل في ذلك يحصل الفساد بضياع الأموال. قلت: وهذا لا يخالف ما فرض في الحديث الذي قبله من الحصول بالطلب أو بغير الطلب، بل في التعبير بالحرص إشارة إلى أن من قام بالأمر عند خشية الضياع يكون كمن أعطي بغير سؤال، لفقد الحرص غالبا عمن هذا شأنه. يعني واحد هو بيقوم بالمهمة من أجل خوف الضياع، يبقى هو مش حريص، ده هو تولاها عشان غرض إيه؟ إقامة الدين وإصلاح دنيا المسلمين بشرع الله عز وجل. أما المسألة الثانية وهي تولي الولايات للكفار، لا، نقول أولا لابد من التفصيل في نوع العمل الذي يتولاه. فالوظائف التي تتضمن إقامة الكفر والباطل كالإمامة، رئيس الدولة، مع لزوم إقامة أنظمتهم الكفرية، هيتولى وهيقيم نظام القضاء الباطل المخالف للشرع، ونظام الحرب اللي بيحارب بالظلم والعدوان والكفر والبهتان ويقتل المسلمين وغير المسلمين، وهيقيم النظام الاجتماعي القائم على استحلال ما حرم الله، والنظام التشريعي الخاص بأهواء الناس، الناس هم اللي هيشرعوا اللواط، السحاق، الدعوة إلى حقوق المثليين، هو هيتولى الكلام ده. فهذه الولايات التي فيها إقامة الكفر أو الباطل كالإمامة وكذا قيادة الجيوش، لا ومن غير قيادة الجيوش بل التجند فيها فقط، لأن الكلام ده الجيش هو اللي بيقاتل في ذلك، بل ومجرد المشاركة فيها. والمشاركة في الحروب التي غايتها إعلاء الكفر والشرك بالله، زي الحروب في العراق، يبقى الجيش الأمريكي كان فيه مسلمين وطلبوا وظائف في الجيش الأمريكي مسلمين يترجموا بالعربي، وحرب الجيش الأمريكي أيضا على العراق، والجيش الروسي على الشيشان، وعلى حتى غيرها الناس الجهلة اللي بيقتلوا من المسلمين تبع الجيش الروسي في أوكرانيا، هو الهدف في النهاية تعضيد الإمبراطورية الروسية اللي أذاقت المسلمين ألوان العذاب. المشاركة في الجيوش دي وتولي أي قيادة ولو صغيرة بل مجرد المشاركة وغايتها غاية الحروب إعلاء الكفر والشرك والإعانة على ذلك،
كل هذا من أعظم المحرمات، بل هي الموالاة التي حكم الله على أصحابها بالكفر، يعني نعني بذلك إذا كان القتال ضد المسلمين. يعني اللي بيتجند في الجيش الإسرائيلي كافر، واللي تجند في الجيش الأمريكي ضد أفغانستان كذلك كافر، وضد العراق لاحتلال العراق كافر. بس طبعا قد ينظر في ذلك إلى الجهل بسبب شيوخ الضلال الذين أفتوا بجواز ذلك، فيمكن يكون بعضهم جاهلا. يوسف القرضاوي أفتى المسلمين اللي في أمريكا وفي الجيش الأمريكي إنه لا مانع من المشاركة في الحرب على أفغانستان، وهذا ضلال مبين. حقيقة الأمر كفر، لأن المقصود هو هدم هذه الدولة الإسلامية في ذلك الوقت. يبقى اللي يقول لهم عشان يحافظ على وظيفته يروح يقاتل ويقتل المسلمين، نعوذ بالله. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. في تفصيل مذكور في باب النصرة في أبواب الموالاة في هذه المسألة. ولكن لابد أن ينتبه إلى الفرق بين قتال المسلمين وقتال غيرهم. قتال غيرهم ده بيبقى محرم، بيبقى زي مرتزقة، ولو كان غرضه إقامة كفر هؤلاء وعلو كلمة هذه الدولة الكافرة لكان كفرا. ونفرق أيضا بين النوى والعين حسب وجود الجهل. كذا تولي القضاء الذي فيه الحكم بغير ما أنزل الله. قال الشيخ أحمد شاكر محدث الديار المصرية رحمه الله: أقول أفيجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة، بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة يغيرونه ويودلونه كما شاءون، لا يبالي وضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟ فأكون بقى إلى أن قال: ما أظن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وبأن طاعته وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذا الحال باطلة بطلانا أصليا لا يلحق التصحيح ولا الإجازة. طب يعني إيه؟ يعني أنت بتأكد لي كده في هذا الحال؟ لأن لو واحد تولى قضاء يعني متعلقا بما يوافق الشرع كعامة الأحوال الشخصية، ما يسمى بالأحوال الشخصية، فهذا لا يأثم بذلك. وكذلك في القضاء الإداري الذي يبنى على القوانين الإدارية التي هي كثير منها لا يخالف الشرع. الخلاصة أن هذه الوظائف والولايات لو يتولاها المسلم، يعني يعين واحد في محكمة في الدول الكافرة أو الدول المسلمة التي تحكم بغير ما أنزل الله، يتولى الحكم بذلك، يبقى الولاية دي لا تجوز. ومن الوظائف المحرمة تولي أخذ الربا وعطائه وحسابه وكتابته وإقامة النظام الاقتصادي عليه. ومنها من هذه الوظائف المحرمة تولي إقامة أماكن الفساد والفجور وأدواته ووسائله والدعوة إليه والإعلام به من كتابات وفنون وغيرها. ومنها تولي إقامة العصبية الجاهلية والحزبية القائمة على خلاف الدين
عشان ما يجيش واحد جاهل يقول لك حزبية 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 مخالفة للدين، قائمة على خلاف الدين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعة، كل حزب بما لديهم فرحون. فهذه وسياسة أمور الناس بخلاف الشرع، ومنها جباية الأموال ظلما وجمعها عدوانا بما لم يأذن به الشرع إلا إذا كان صاحب هذا الأمر ناويا التخفيف عن المسلمين في أمر لا بد واقع بهم وكان قادرا على ذلك، بقى ناويا وقادرا، فيكون في المسألة اجتهاد في الجواز والمنع. والذي ينبغي الترجيح به مدى القدرة على التخفيف عن المسلمين ومدى الضرر الواقع على الشخص في مخالطته للظلمة ومباشرة الظلم. أما إذا لم يكن ناويا التخفيف عن المسلمين أو كان عاجزا عن التخفيف عنهم لم يسع الخلاف في المنع من تولي هذه الولايات والوظائف. أما الوظائف والولايات التي لا تتضمن إقامة كفر أو ظلم أو معصية كالأنظمة الإدارية التي يراد بها ضبط الأعمال وإقامة مصالح الناس المباحة والمشروعة لحفظ أموالهم وإقامة طرقهم ومصانعهم ومستشفياتهم وزراعتهم وصناعتهم وتجارتهم وتوزيع ما يحتاجون من غذاء وكساء ودواء ونحو ذلك، فتوليه للكفار من الإجارة المباحة، وتوليه للمسلمين إذا كان القائم عليهم ظالما أو منافقا مع النية الصالحة في رعاية مصالح المسلمين على أفضل ما يمكن، هو طاعة لله وقربة. وقال تعالى عن شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال الله تعالى: والله لا يحب المفسدين. ومن هنا يتبين أن ما لهج به كثير من المتأخرين بالاستدلال بقصة يوسف عليه السلام على تولي الولايات للكفرة والظلمة دون تفصيل فيه خطر كبير وخلل جسيم لا بد من الحذر منه. فهو عليه السلام إنما تولى خزائن الأرض لحفظ أموال الناس وطعامهم وما يقوم بشأنهم في سنين الجدب، هم وما حولهم من الأقطار التي لا تخلو من مسلمين ينتفعون بهذا الحفظ والتخطيط السليم، فأين هذا من الإعانة على الإثم والعدوان والكفر والطغيان بزعم أن ذلك مما وردت به الشريعة بجوازه في قصة يوسف. شرع من قبلنا إذا أتى شرعنا بخلافه فهذا لا يجوز العمل به، مع أن ده مش ما بخلاف ولا حاجة، حبول التفصيل في هل كان يوسف يقيم أنواع من الكفر، لا، بل الشريعة التي كان عليها يوسف لا تلزم الناس لأنها ليست شريعة عامة، كان يلزمه التوحيد وهو دعاهم إلى التوحيد، ومن هنا كان الاحتجاج في غير موضعه. ويعني القصة محتملة أن الملك كان مطيعا ليوسف في كل شيء، وهذا الذي وفضل أنه كان مسلما كما قال مجاهد. شريعة يوسف لم تكن شريعة عامة بخلاف شريعة الإسلام، وشريعة يوسف الذي عمله يوسف في أمر ليس في مخالفة للشرع. والله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.